تمريرة حاسمة من سعد بقير صاحب التمريرة، ترجع من علي الهمامي، بغداد موجاح، خليبة قراء، كثير العملية، حمدي النقاس مرة أولى ومرة عكسة، محمد أمين بن عمر، حمدي النقاس، حمدي النقاس، تحذير لبنقولا، واضف الخليل بنقولا، خطير وقادر على التهديف، الخليل بنقولا، شوفوا التحذير من محمد أمين بن عمر، ثم على طبق حمدي النقاس، بكل قوة الخليل بنقولا، صعب الثنائية في مباراة الدور نصف النهائي، يظل النتيجة، يستعد التنفيذ، ينفذ وكرة العارضة، مرة أولى مرة ثانية وهدف، هدف التعادل، بغداد بوجع، بغداد 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 بغداد، هدف